تتسابق مدينة الشباب مع غيرها من الأنشطة في مملكة البحرين على إقامة الأنشطة الصيفية للشباب من مختلف الأعمار، وتعمل ورشتها على استكشاف ما بداخلها من إبداعات ومهارات لتطويرها للاستفادة منها على أرض الواقع. وصلنا معاكم مدينة شباب 2030، وأنا الحين متواجدة في ورشة السيراميك شوب. طبعا هذه الورشة اللي فكرتها حماية تراث الآباء والأجداد من الاندثار، ولكن بصبغة حديثة عن طريق عمل الجداريات والأواني الخزفية. هذه الورشة تستهدف الفئة العمرية ما بين 15 إلى 29 سنة. خلكم وياي نتعرف أكثر على تفاصيل هذه الورشة. أقدم في هالورشة مثل ما نقول عدة محاور. في كل أسبوع نتطرق لموضوع، تقنية جديدة، عمل جديد يحمل مثل ما نقول تكنيك معين من تكنيكات الخزف. أول أسبوع أخذنا الأساسيات، بما أن مو الكل عنده الأساسيات، فأغلبهم تقريبا ما عنده الأساسيات. الأسبوع الثاني بتكون جدارية عند المون اللي هو هذا الأسبوع. الأسبوع الثالث بيكون عبارة عن صناعة اختراع مخلوق، يعني كل واحد من خياله شنو يقدر يطلع، ففيها تحريك يعني لتفكيرهم ولإبداعهم الخاص. والأسبوع الأخير الأسبوع اللي هو الأسبوع الرابع بيكون عمل على مجسمات إن شاء الله. من أهم المهارات اللي أبغى أوصلها من خلال هالورشة كيفية التعامل مع خامة الطين، وشلون إحنا نقدر نصنع منتج باستخدام هالخامة، وتعليمهم المراحل اللي شلون بدأ الشيء وشلون انتهى، فمهارة استخدام الأدوات المناسبة، مهارة استخدام الخيال. يعني قاعد أركز بشكل كبير على هذا الموضوع. يمكن اللي قبل كانوا يعطونهم مجرد مثل ما نقول سوي ملة، والله الأواني هذه، فطلعت من هالإطار خليتها شيء فني عشان يطلع الإبداع اللي داخلهم وحركونه. تجربتي في مدينة الشباب يمكن بدت من سنة 2010، يعني كنت فيها مساعد مدرس بدايتي. لما أطور الوضع لقمت أدرس، يعني بالعكس تجربة جدا جميلة. كفاية أن أنا قاعد أوصل مثل ما يقولون قاعد أوصل خبرتي حق أجيال. ممكن هاي الشخص يمكن في الصف 20 طالب واحد ممكن أنه يطلع وواصل في هالشغلة، وفي ناس شافوني يعني حتى عقب. فكفاية يعني أنا تركت بصمة وخليتهم يواصلون في هذا المجال. بداية دخلت كهواية، كانت من هوايات النحت على الخزف وكذي، بس عقب اكتشفت ان لا، المجال يمكن يروح اكثر من كذي كعمل، يعني نقدر نروح فيه اكثر في سوق العمل اكثر مما كنت متخيل. يعني كان عندي ناس ما يقولون المهارات الأساسية ان شلون انحت، شلون اتعامل ويا الطين، لكن الحين خذنا شوي مهارات اكثر من ناحية شلون نلصق الاعمال على بعض. العمل يصير عبارة عن ليرز، قبل كنا نتعامل مع لير واحدة مثلا وننحت عليها، هالمرة لا، قمنا نضيف اكثر وخلون يعني اكثر من مهارة اكتسبناها. كان في يعني الاغلب كان عندنا ناس ما يقولون معلومات خاطئة ان شلون نقدر ننحت، شلون نقدر نشيل. بدأ يوضحها لنا، كان يتابعنا واحنا نشتغل، كان يقول لنا اذا الشيء نسوي غلط يصحح لنا اياه، فقدرنا صرنا نقدر نتعامل مع العمل بشكل افضل. يعني دشيت هالورشة لان حسيت انها تتعلق بالتراث وعن السيراميك، وهاي شيء من تراثنا البحريني، فحبيت اتعلم اكثر عن المهارات، شلون نسوي انواع يعني الرسم مثلا. الحين قاعد نشتغل على الجداريات وغيرها من
الأشياء. تعرفت على الأدوات، على الخامة اللي بنستخدمها في العمل، وبعدين شلون أنا يعني كواحدة تحب الرسم شلون أطبق هذه رسماتي على قطعة من يعني الطين، وشلون نستخدم الحفر والأدوات المختلفة، وبعدين تعلمت شلون أطبق الرسم في النحت ويعني أستخدمه بالطين ويعني شغل اليد. وايد أشياء معلومات عامة يعني عن المجال وعن الطين، وعلمنا شلون بعض التقنيات يعني شلون نتعامل ويا يعني الماتيريال، شلون نرسم وشلون نحفر ونطبع الرسمة مثلا على الطين. مثل ما تابعتم مشاهدينا من خلال هذه الورشة، يتعلمون المشاركين كيفية استخدام أدوات النحت، وكذلك كيفية تشكيل الطين والتعامل معه، بالإضافة إلى تلوين الزخارف والزجاجيات والأعمال الفخارية. ومن أهم الأهداف في مدينة الشباب هي احتضان أكبر عدد ممكن من المواهب والقدرات الشبابية بهدف صقلها وتوجيهها وتأهيلها لسوق العمل البحريني وفقاً للرؤية الاقتصادية 2030 اللي تعنى بمفاهيم الاستدامة، العدالة والتنافسية. خلينا ننتقل معاكم إلى جولتنا الثانية مع ورشة ذا كوستيوم. طبعاً هذه الورشة المتخصصة في تصميم وتنفيذ الأزياء التنكرية لشخصيات مختلفة، ولكن بطرق إبداعية من ملابس وإكسسوارات. ومثل ما تعرفوا مشاهدينا أن هالنوع من الإبداع من متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي. خلونا نتعرف على تفاصيل هذه الورشة، فخلكم معنا. الورشة هي عبارة عن اسم ذا كوستيوم، يعني الأزياء التنكرية. ندرب الطلاب على الشغلات التنكرية، لبس الشخصيات اللي احنا نشوفها في التلفزيون الخيالية. دخلت هالسنة مثلا ثقافات من دول مثلا أفريقيا، أوروبا، وهاي الشيء. أكثر شيء أعلمهم إنه ما في شيء صعب، هاي المجال وايد ناس عندهم فكرة إنه هو وايد صعب، هو وايد سهل. والحلو فيه إنه يستخدمون وايد من الخامات، ما عندهم يعني حدود، يقدرون يستخدمون كل الأشياء، كل الألوان، فحلو هاي المجال. الحمد لله هذه رابع سنة أنا هني في مدينة الشباب، وكل سنة ما شاء الله أنصدم بكمية الطلاب اللي يجون في الصف، من المواهب اللي عندنا قاعد أشوفها في صفي، هاي بروحها فايدة لي إن أشوف ما شاء الله شباب بحريني مبدعين. أكيد أنا وايد استفدت، أنا حتى احيانا اعطيهم بروجكت انه حتى جديد علي انا، فانا اجرب شيء معاهم وينجح الحمد لله. اخترت هالبرنامج لأني أحب صناعة الأزياء التنكرية. أساسيات الزي التنكري والعناصر والألوان اللي ممكن تستخدم في الزي التنكري. أنا أحب الرسم وأرسم من قبل، لكن من دخلت هالبرنامج حسيت أن الرسم عندي تطور وصرت أرسم بشكل دقيق أكثر. الأشياء اللي تعلمتها من المدرب هو شلون أني أركب القطع الكبيرة مع بعض، وحتى لو كانت الأشياء ما تناسب بعض خليها تتناسق بطريقة أخرى. وحرصت وزارة شؤون الشباب والرياضة على الارتقاء بمستوى البرامج التدريبية والتأهيلية للمشاركين فيها من خلال التركيز على الوصول إلى الاحترافية في العديد من برامجها وتقديم شهادات تدريبية للشباب تعكس مدى التطور الذي ناله الشباب من هذه البرامج.
طبعاً مثل هذه الورش تفتح أبواب ومجالات مختلفة للي حابين إنهم يخوضون العمل في مجال التصميم، وممكن إنهم يمثلون البحرين في مهرجانات وفعاليات خارجية. مدينة الشباب نقطة البداية الجميلة لكل موهبة ومهارة سترى النور في المستقبل. وبكذي نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لليوم، نلقاكم في الأيام الجاية من مدينة الإبداع، مدينة شباب 2030.